السيد تحسين الياستري بعد المباراة يقول الفائز الوحيد في هذه المباراة هو الجمهور. لا والله الخسران الجمهور. والله والله ما شاف مباراة بمستوى ندية عالية ومهارات عالية. ترى المباراة خلينا نكون واقعيين بمستوى متوسط، يعني ما ارتقت للجيد من الناحية الفنية، لأن هي مغلقة فنيا يعني الصراحة. وأنا أقول إنه الجمهور هو الخاسر، لأن ما استمتع بأداء مباراة كبيرة تليق باسمين الفريقين، يعني وخاصة أنت تلعب ما يلعب الفريق المركز الأول والثاني، يجب أن يكون مستوى الفني والأداء عالي جدا عندما يضم مجموعة من اللاعبين منتخب بطني. فأعتقد أنه المفروض الجماهير تستحق أداء أكثر من هذا اللي حضر اليوم. زين.